له مايله طعز قلبي طعز نعاس. اقسم بالله ما اكذب. اسمع اسمع، تدري ذا اليوم ايش بنسوي حنا؟ لا طلعنا تمشينا ورجعنا، لاننا بنواصل رحلتنا بكره الصباح. احنا بنمشي خلاص بنفلح. وانت تفلحون؟ كل واحده بتفلح بيتها. تبي تروح تبين الصراحه؟ ايوه انا ابها ما احبها الا فيها العرب. الوقت هذا انا جيتها بوقت الدوامات. تريش وانا جالس ابها، قسما بالله اني ما اكذب عليكم، ما ودي اضيق صدوركم، بس وانا جالس ابها كذا وضعي، شوفي كذا. جايز كبسوا كبسوا كذا، والله العظيم ما اكذب عليكم كذا. ايه كذا. لو سألت عن صلاة طلعت ذاك اليوم وقت الدوام، صليت الجمعة، كان وقت دوامات العالم، ما في ولا مصيفين كذا. والله الله يلعن الدعايات ويلعن بليسها. ها شو لنا زحمة أمس عشان الويكند؟ يمكن والله زحمة. اي والله زحمة، والله زحمة أمس كذا. فاضية ما فيها أحد. وش والورود الورد يقول والشجر. طيب يا زينة ما بحد. والله ان امس انه زحمه، بعدين حالاتها كذا، احنا نتمشى الجو زين وبدون زحمه. عاد اذا رحت للسوده، اذا رحت للسوده الان على ذا الجو والدنيا كلها مقفله وكذا والجبال واهلها مسكرين بيبانه ما في حد، بيجي زي كذا. طيب والله انه وناسه. انت ما في احد، القرده بس. عاد انا مسكت معي غلط، اتفقد خان امي هناك، ما كان وقت دوامات، قلت لهم يا ترخامة ضابعة الله وانا وياها الحاننا ما في احد. اسمع وانا امشي من قوم الضيقه نجران، طريق نجران، طريق طريق المطار، الخطوط فاضية، طريق جازان، طريق الباحة، طريق ال طريق 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 تثليث تثليث، ما أعرف خطوط، ما أقدر أمشي لحالي. ارجع وراك ترى قدامك طفة، ارجع انتبه طالع لك. خلاص أفلحت أفلحت. ضاق صدره شكله راح تحجز، خلاص انا راجع. جايين طياره ولا خط؟ انت تدري لو ما عندها دوام، اصبر لو ما عندها دوام كان تكينا. لا والله شوفي اذا انت بتروحين لابها العالميه. اسمع اللي يجي الجنوب من الرياض يعني ويتكي يتمشى في ابها، انا اشوف انه غبي. اوكي ابها حلو بس كلها كافيهات ومطاعم، يعني حالات هذه الاماكن السوده المسقي رجال الماء، هذه الاماكن احس هي اللي يتمشى فيها. صح بس خلاص عجلي عشان نروح رجال الماء ساعتين ترى. عاد شو تروح تسوي شعرش؟ لا 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 رجال الماء ما يصلح الحين. ليه؟ لان بيضوي الليل ما يصلح رجال الماء. تري متى اروح لهنا؟ الفجر اطلع من الصباح يعني بدري. لا روح اقعد ساعه ونرجع. نروح شوي ونرجع. ما انت لو نزلتي مع الطلعه بتطرشين. ليش ليه؟ والله العظيم انا ذاك اليوم رحت رجال الماء بعلمكم سالفتي، انا ما ودي اطيق صدوركم. والله لا روح كان حن بنروح، بروح انا عشان اعلمكم الحين. والله العظيم ثم والله اني انا رايح رجال الماء، انت تقولين الحين ما لا والله لا روح عناد، انا رحت رجال الماء تري كيف نازل على الطلعه كذا. هذا الدركسون حق السياره والله العظيم كذا دركسون.
والله العظيم والله كذا عاد وانا رجال ارتبكت قلت انا اوه حتى جيت قلت انا شكل هذه الطلعه يوم قلت الفحمات طيب عادي وقف ونمشي عارفين تدري من قوه ما انا ارتبكت حتى امي معي فتحت الباب قعدت اقول كذا اي والله وبعد شوي اقول كذا ونازلين مع رجال معي اقول واترك الموتر واقول كذا وامسك السياره لا اله الا الله امي لف 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 من هنا طف طف لا 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 ثم لفت الموتر يا الله حق وشين يا الله عاد انت مرتبك معرك سبحان الله يجيك واحد مع شاص ابو شنب سيارتي جايب ترنن عن دردن لاردة يناظر فيك يعني ولا طق لك خرد يقول مالك قلت انا ما ادري بس مرتبك تكفل حق علي انا في السياره ب 1005 قلت انا ليش ب 1005 اقل شيء كم يعني السعر نبي نتمشى احنا والاهل اني اقنعها قبل لا نوصل يعني الجنوب اقنعها ناخذ شخص بس نعيت يوم وصلنا الجنوب لا 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 تكفين ما نبي نشوف الحدث الجديد بنتين على شخص الله يرحمهم ليه بسم الله نبغى ناخذ شخص عشان نشغل ذيك على شخص سعود صدق الطريق يخوف ولا لا صدق امانه يعني والله شوفي شوفي انا بقول لك طريق رجال المع يا جيلي لازم واحد سواق ولازم واحد فطين انت تسوقين بس انت ما وانا ورجال قد انطلقت علي فحمات فحمات الفرامل بعد مسك طيب يعني اسمع كبنات عادي كبنت يعني ما معكم رجال لا والله خطير ما بعد قلبها قوي هي ما تدري هي تحس منها يعني تنزل تحس من رجال المع رجال المع انا رحت لها الصباح الساعه 9 نزلت ترى متى رجعت الساعه 4 العصر يعني كم ساعه لان خطوطها طوال ودنيا ينزلون تحت واحد يقول انا اسوق لهم اقول له كم طم وش اللي تسوق بالنسوان ما هم محرم لك يا ابن حلال تكفى الله يخليك لا تكفى عاد انت لا معليش انا رجل تراني يعني معروف في الجبال انا رجل جبلي كل تبن رجل جبال كفرها انت لا انا اقول لك شيء والله العظيم روحي المسقى من عند الامير ايش المسقى وش اسمه هو المسقي المسقي اللي عند حديقه الامير سلطان روحي من عند الحبله يمشي معها الموتر ما في طلعات كبار والله العظيم احسن لكم تمشوا هناك واشتروا ذره رمان انا ناكل رمان ترى يا جن تمشي هناك ناكل رمان ايش اسمه ايش اسمه ها ذره ايش ذره ذره ايه نشتري ذره ان شاء الله اليوم بنصور ونقول هذه الذره اللي قالنا سعود نشتريها باذن الله تمشي وكل انا ترى لجيت هناك سبحان الله ننقلب انا والاهل ارانب نباتيين رمان يا زينه برشوم نوقف انا والاهل نسرق من هناك احنا موقف مزرعه ناخذ من المزارع من عندهم يا الله يقلعك الله يقلعك يقول ها خاف يعقروننا علق ايوه خلص البرشوم الو علق ايوه خلاص ضبط ايه ضبط تمشي بالاماكن الزينه القريبه وروحي ل ها عادي لو وقفنا في المزرعه واخذنا برشوم يعني ما يخاصمونا لا يعني يمكن موضوعها كله يعني اذا انت خذيتي منه ولا حد يدري ثلاث شهور من اربع شهور لاربع ثلاث شهور طيبه يعني عادي فيها عفو يعني عادي لا يما ما ابغى لا بستأذن ايه استأذني لا تاخذين شيء ما بلس يعني ايوه قدرينا ماني ابغى خلاص والله الله يربي يحفظكم وفرصه طيبه يلا الى اللقاء سعود عناك الله يلا كمان الله سعود يلا العرب سافروا وراحوا واستانسوا وكلنا جت صفية ولا ما معنا موتر حنا كان وضعي ذيك الايام كنت ورع لامي وما معي موتر وعايشين مع امي وعند خوالي والحياه كانت طال العمر يا دافع البلاء
كان الريال لا جاك الريال يطعم عمر. يا الله له له يا ولد يا دافع البلاء، اقسم بالله كانت الحياه وش اقول، ولاني مع امي اصقع راسي منه ومنه، ولي امري من هو امي، وين ولي امرك امي، وين وامي، وين روح امي، كلها امي حاطنها دائم. المهم ونروح ذاك اليوم ونجمعنا دراهم جمعتها امي الله يطول في عمرها، جاب جمعتها طال عمره. المهم ولا العرب ولا الناس ولا كل يسافر ويجي، انا وامي جالسين في بيتنا، لا احد يسال ولا احد، ما جالس في بيتي انا، نجحت ولا ما نجحت ما مسكرين بابي، ما حد له دخل بحد. اقعد يا طال عمر مع الايام، وتروح امي تبيع الذهب كل ماله ننقص ونبيع ونرجع ونجمع ذا، والمهم ونشتري ذاك الموتر. الموتر قيمته كم؟ قسما بالله اني ما ازل عليكم، قيمته 15,000. ب15 متر دبرناها بست شهور، نجمع منا ونتسلف منا ورقعها منا ويلا حلو. المهم واقعد ولا جاء حد عمر من ذا تسلفنا منه، يا ابو فلان بينها ولا سلفت لي كم، والله العظيم يا رجال كان سلفت لي كم، 1,500,000. المهم يلا دبر وضعك. المهم لين دبرنا دراهمنا، هو طلع ذاك اليوم الموتر اقسم بالله اني ما انساها، طلعنا هذيك اللوكس نحطين العزبة وحطين أغراضنا. المهم أول ما طلعتها والله ما انساها، مستونس أنا ما انبسط، ولا جيت عند العرب سحبت مني المفتاح أمي، ولا جيت تروح عطتني مفتاح، ولا المهم أحاول أني أسبق أمي عشان أعلم العرب أني أنا تراني رجال أروح على موتري وأجي على موتري. إيه المهم فأول ما طلعتها بسم الله الرحمن الرحيم كنت أروح الغراب يزينها. المهم وتركب أمي معي يا بلفيت، المهم ويا مركبت مع ولدها وتبي على بالها يعني الله يطول في عمرها. فقسم بالله ما مدنا نركب ونجي من عندكم بالحرج، فيجي ملعون رقبة ذاك ويضرب بالفرامل يضرب الفرامل، ولأمي توها تصب لي شاهي كذا، وحن طالعين نبي نروح إيش نزين الموتر في الغرابي، نبي ذا الموتر يا ولد فرحانين فيه أنا، ولا ذاك اللي ضرب فرامل تو امي زينه ذا بف، وانا خبزه يوم خبزته يدري كيف العمر قلت اوف، وانا نزلت عمر لامي في الطبلون القهوه والشاهي الدنيا كلها. الله يلعنك الله يلعنك الله يلعنك. المهم انزلت طلع الخطا علي لاني صادمه من وراء، ويلا شبك وشوي رجع والصبات، المهم ندخله ورشة ويلا وندور سلف ومنه ومنه ومنه، وجمه وتبيع بعد الذهب الثاني. قلت يا يمه الدنيا على ما قال عبر في الذهب ما من حاجة، قلت عطينا شوي منه أقل شيء نصلح العين ذي حقت ذا، والعين الثانية الشهر الجاي ندور منه ولا منه ونشوف الوضع. قلت الله يسلط عليك ها سم، وأنا أروح وأبيعها كل شوية أنتقلي واحدة. أي والله المهم زي المترنا قد هو عور ونروح عليه ونجي عليه. المهم واشتغل ذاك الأيام أحمل جح ومنه ومنه وزي وجه موتري قاعد تزينها منه ومنه. إيه يام جاء وقت السفرية فلا العرب لا جاء وقت العيد كل يروح يهج، وانا احط العزبه واحط الطربال على وين؟ على مكه. الله يستر عليهم والله العظيم كنت ورع 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 ورع، كان عمري يمكن 19 20 حنت لها قد شفت صورتي وانا صغير
المهم احنا نتلها. والطربال يقول كذا نتجه وين؟ صوب مكة. ولا فيه لا جوالات جوال، والله العظيم اني اذكرها كان مع امي ذيك النغمة تاني 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 واجي لين جت الطايف. مثل ما غني مذولك حبيبي أرحتي لقياك، مثل ولد يأتي نورك. الله يلعنكم جمعة. واجي الطايف طال عمره والمهمود ولبيك اللهم عمره وادخل. أقسم بالله وش أقول لك، أول مرة هسافر لحالي وأول مرة ما معي أحد، وأحس بالمسؤولية. وش ذا الجرح ذا اللي طلع؟ واحس بالمسؤوليه مره. والله اني اذكرها كانت من اطلق الايام. اعتمرنا خلصنا، خذيت في الطايف شطرة الطايف، جلسنا فيها يوم مع احنا بنرجع الرياض. قالت امي لا بنروح وين؟ لجدك. والله العظيم ما قد رحت في حياتي خط الحالي، ولاني مستانس يا رجال. انا الحين رجع وين أبها؟ أنا ما قلت لها الأبها. في أمت لها الأبها يا ثنايدي مع طريق الساحل ذا، أطب في الديار الباحة على وادي السكران على مدري ديار ديار طبيت فيها يا ولد تجيب العافية. كل ما دخلت لديار وطلعت منها لا يجينا مطر، كل ما يهزين الجو، كل ما يهزين الجو، كل ما يهزين الجو، كل ما يهزين الجو، كل ما يهزين الجو. وأنا تلها 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 لين أضوى الليل قد العشاء مدن. أنا وإني فيه مشيت أنا على 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 على, على, على الظهر أو إيه على الظهر أو إنه يعني الساعة 11 حولها. أنا في العشاء في النماص في النماص في النماص راقدين فيها ذاك اليوم يوم واحد، ولا جاء الفجر. والله إني أذكرها يوم جاء الفجر وتقومني أمي قم 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 قم، أمي من الناس قم وحنا نركب وأتلها وأتلها. ما جاء الصباح اللي أنا مفطر عن جدي في الوادي. كان من الأيام اللي حسيت فيها بالمتعب. والله أني أوقف يعطوني عسل التهم، كانوا يوقفون جنب الخط أوقف ويعطوني عسل ملعقة، ما غير أخذ من ذا الملاعق ويلا ويلا ويلا، لا ما غير شوي يطلع مني نحلة من هنا. أي والله ما جاء الصباح اللي أنا مع جدي أفطر معه في الوادي. أول ما لبكت هذا الموت رقعت أمي جيب المفتاح سمي. إيه والله طراها يا أبها والجنوب. إيه والعرب كانوا يا ولد ما شاء الله يعني كانوا يحبون الحياة. الحين أدفع علبة نجلس، الحين نجلس يا أخي ما عاد حتى شغف المجال صراحة كده. تطلع الحين العصر تمشي في الخط، صرت تبي تبعد من المدن وتتكي وتناظر البر. إذا لقيت بر اللي عينك ما تشوف فيه بيوت تبدأ تسترجع الذاكرة، تقول الناس وش اللي جاها، ما تدري أنت صح ولا خطأ، ولا أنت اللي فيك البلاء، ولا انت اللي في انت الخطا، ولا هم ولا انت الصح، ما عاد تدري. خلاص جاي مخك من الاشياء اللي دائما تشوفها خلاص صرت تمشي تقول يا ولد تصير تنبش في حياتك القديمه حاليا. والله تنبش في حياتك القديمه. اوه يا تربل والله تنبش في حياتك القديمه، تسترجع ذكرياتك. الله العظيم الناس اللي أنا كنت أول أستانس عندها الحين أجي عندها ما عاد أستانس.
الناس اللي انا كنت اول اقول يو ابي عند فلان يا زينه والله يا زين كان فله اجلس عندهم استانس في بيوتهم استانس في ذا. الحين اجي عندهم في بيوتهم شغفهم راح. يا ابو فلان تذكر ذاك اليوم؟ يقول تلقاه يقول عن وجهه تغير كبر يعين ذيك كذا ما عاد ابو فلان اللي كان يلعب معك ويضحك. كنت تذكر رحنا انا وياك ذاك ذا ما عاد مثل اول اخوياك الاولين. يا ابو فلان يا ابو فلان تذكر رحنا انا وياك وسافرنا. قال كذا واضح ضغوطات الحياه في وجهه. كنت نلعب نرجع ودك انك بالاحيان قسما بالله انا اقول في خاطري ودك ان الواحد انه يجمع اخوياه القدامى يجمع اخوياه القدامى يعني يجتمعون ينطون الجوالات ويعيشون حياه حياه الطفوله حتى لو عمرك 40 50 ترى ما فيها شيء. لا تقول احد ينقد علي لا والله اني دائما القاهم ناس كبار عمرهم 40 45 ما هم كبار بعد ترى العمر ال 40 توه ناضج الرجوله يعني ما يعتبر كبر. انا اشوفه ال 30 ما يعتبر كبر بس احنا اللي كبرنا اعمارنا بالهم وبالغثاء وبالضغوطات النفسيه اللي نلقاها في بيوتنا ونلقاها طول عمر في حياتنا ونلقى بعدين الكلمه اللي ما عاد مثل اول. لانك انت حسيت طول عمر ايش اللي جاك انت منصدم ان كلش صار عليك العالم يقول لا انت اللي لازم تسوي انت اللي لازم تحط انت لازم فانت اللي على ما قال انت العلم عندك انت رجال البيت. فتبدا تضايق تبدا تحس بالكبر. ليش ما يكون البيت دايم مشترك بيني وبين عيالي وبيني وبين حرمتي واختي والعالم كلها نحن كلنا مع بعض. لا تحطين دايم الحمل على شخص واحد يقعد يحس بالذنب يحس انه لو ما سوى شيء انه يعني جدا يعني ما يحس بالكلمة الطيبة. والله إلا تكون مساعدة عشوائية تلقائية تعيش حياتك أنت يعني ترى عادي الأمور طيبة. لا تحسون بالواحد مسؤولية يعني إذا ترى كل شيء على راسك ترى الأشياء هذه كلها من راسك أنت وما ما له ذنب. الحياة هي لعانه والده والديه من ديون من هم من ذا الرجل مصفكته ترى الحياة ترى الرجل ترى يحمل شيء والله ما يحمله. وش أقولكم والله لا تلوم الواحد إذا صار عصبي لا تلوم الواحد إذا صار يطول عمر. لا عشان كذا لازم يكون الحياة دائما بيوت لازم تكون مشتركة بالسعادة. وش دي امرأة كان يدقت علي الله يحفظها امرأة كان ظهريات. والله خلي الحياة دائما فلة سجها كيف سعود نحل المشكلة هذه سهلة جدا. أبيك طول عمر تسوي جدول لك استانس في الأم أم 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 مصيرها يا سنادي حزن الله يرحمه وخلاص فكر فيها. إذا تبي تستانس الناس طلعت خلها تطلع في الأم أم أم أمها شغل أبو نورة وبكع الله الله دقلك دقلك دقلك. أهلين يا بعد عيني يا هلا وغلا ومرحبا وش علومك يا عود عساك طيب وش علومك؟ طيب كيف الحال؟ يا زين عساك طيب يا حلو يا بعد عيني وش علومك؟ من دوت وش الحلا وش ذا الشعر الزين؟ يا حلوك يا حلو كيف الحال؟ طيب ضمني ضمني ها ها هاي كيف الحال؟ طيب يا الله وش علومك كلش زين؟ زين ها وين الوالد؟ ها هذا قابلته في معرض الصقور يا عيال سعد سعد يقول يا سعد قلت انا يا ابن حلال يا سعد قلت انا طيب
دقيقة دقيقة. طيب يلا ها. عيال كلكم عنده، كلكم عنده. كلكم عنده، أبيكم. يا ذحية. كم مشاهداتك الحين؟ 300 400. والحين يلا كمل. 500. كمل. 800. ايوة كمل. ها ها حلو. كم عندك الحين يا حبيبي؟ يا بعد عمري يا حلوك، بسم الله عليك العيون. وينك كنت متواجد بالرياض اليوم؟ انت في الرياض؟ ايه ساكن. الوالد إيه؟ شلونه؟ طيب. والوالده طيبه؟ طيب. ايه وش رايك اليوم تجي ايفنت؟ وين؟ ايفنت بجيبه فيه مشاهير، كل المشاهير فيه، تجي؟ وين؟ في الرياض، في الرياض. ايه وين؟ اي مكان؟ وين اللوكيشن؟ بعطيك اللوكيشن، بدل لك اليوم، بروح انا وياك اجل. دقيقة حطيت جوالي. دقيقة. ساعة كم؟ الساعة تقريبا بعد صلاة العشاء. دقيقة بعلمك. عادي. تدري من بيجي؟ بيجي شاهد اللي من المدينة، عرفتها؟ شاهد. وبيجي من بعد؟ باقي. وبيجي ابو مرضي، تخيل. عرفت ابو مرضي اليامي؟ ايه. ايوه. وعندي وبيجي منصور، وبيجي كل المشاهير. كلهم. وين اسم المكان؟ دقيقة راح بجيب لك. تصدق اني قاعد اعزم العالم وانا ما معي لوكيشن؟ كم الحين مشاهداتك؟ عيال تكبون كبسوا عنده ألف وسبعمية. 1700 عيال ضيفوه تكفون. جعل ابوكم في الجنة اضافة بس. ابي ودك 50000. 200000. يا ضحية. عيال تكفون نبي نطلعه شوي. هاي. سعود. كم وصل عندك؟ سعود. يا لبي. أنا وأبوي وأمي وأخوي يحبك، كلنا معك. أنا كل يوم ساعة 3 ليك تابع بثك، كل يوم تابع بثك. اليوم بضمك هد. اليوم لازم أشوفك. تابع بثك مع سعد ليو. شاهد ليو. ايه هاو. شو عندك هاو؟ هاو. ايه ابا دخلك معها بعد. يا زينة يا زينة. يا زاح اليوم اللي تو. كملك بالبرنامج حبيبي. لي ابعدني 4 سنوات. ايه طيب بس ما داني دعم فوق وقفت حسابي. طيب بسألك سؤال وتجاوبني. نعم. اسمك كامل وشو؟ بلاس سيمان حدي.
فراس. ايه طيب فراس بسألك سؤال، وش تحب انت؟ ها؟ وش تحب؟ هوايتك وشي؟ انا ذاخذي ان عنا مع وشو؟ انا سباحة. كرر سباحة. سباحة؟ ايه تسبح انت؟ لا بس انا احب السباحة من ايام اول احب السباحة وابي اتعلم سباحة بس ما في بالنزاعية. ليش يعني ما يعني تقول انت انا ما اقدر اسبح يعني؟ لا اقدر بس ما في نادي مخدد. ابن دراج لاحظ ماز عيال ما في نادي متخصص ده مستحيل. ما في ابد لاحظ ماز لاحظ النوم لاحظ كل مكان ما في الا بلد. دقيقة اللاعب الدولة الثانية ولا باقي دقيقة. يقول قصده ما في نادي يعني ما في نادي. اسمعني. نعم. أنت قد سبحت طيب قبل؟ كثير. وأنا أحب السباحة مو أكثر مني ألعب، لا أحب السباحة. طيب. طيب غير السباحة وش بعد تحب؟ ما في غير سباحة. صح. اليوم تجهز وكلم الواد قول سعود يسلم عليك وتعال اليوم برسل لكم اللوكيشن تجيني عليها اليوم. تم. الخامس الصور وبخلي عمر كل المشاهير ينشرون حسابك. تعال بس. عادي. اوكي. عادي اوكي. يا زينك. يا حلوك يا حبيبي. عيال كبسوا عنده؟ لا موجود في نادي يا فراس الحين. اسمه نادي ذو الإعاقة لتعليم ذي الأشياء. فيه. اين وين؟ دقيقة. بالله وين موقعه؟ يا زينك يا زعل. بروح أنا وياك ذا النادي، وش رأيك؟ ها؟ بروح أنا وياك النادي. لا مالك دخل، أنا بطب معك المسبح كذا. عرفت كذا؟ وش لعبك؟ كذا اسمع انا وياك عرفت؟ زين بروح انا وياك. ابد اي زي قوله تم. تم تقول اي نادي ذو الإعاقة بمنطقة الرياض طريق الأمير فيصل ابن فهد ابن عبد العزيز. سكن على قلوب وعلى ود وعلى أدايا يا اسمع سيبوا تعمين. نعم أبي سم يا سعودي. أبا أشترك لك في ذا النادي؟ لا. أبا أقول لك شيء، خلنا نتكلم. ها؟ ابى العب معك تحديات وبخليك انت اللي تشترك. حط رقم حسابك وحط رقم كل شيء هنا عشان تقدر ايش تسحب فلوسك من البرنامج. زين؟ حديد من اول.
مضبوط يعني قد خليت اول قد خليت اول من هنا. حلو 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 يا حبيبي يا بعد عمر لا تدلعني ترى ما احب حبيبي عمر بعد ادور يا حبيبي لو اقول لك انت مع حبيبي من يوم خلاص ما كبي حقك يا حبيبي كل يوم يا بعد عمري يا بعد حي حي اليوم تجي ها اليوم لازم اشوفك كم دقيقه كم متابعين تابعوك كلهم تابعوك 6000 ان شاء الله اي 6000 احنا ندخل ان شاء الله 10000 باذن الله عيال تكفون تكفون اللي عنده شيء يذب عنده تكفون تكفون يا حبيبي يا ذكرنا على التنين من توتل يا لحيم يا لحيم يا البنت دعوت يا لبيه وين يا حبك يا بعد عيني يا حبي وين انت اقول لك شيء في الراس متابعيني ومتابعيني يحبونك يا بعد عيني وين يا حبي يلا انا اموت فيك انا اموت فيك حبيبي يا اخي يا انا ما اتحمل انا ما اتحمل الله يلعنه يا بنتي كمان أبي أبكي كماما وأبوكي ولا خشمي يا دحيم يا دحيم أبشر والله بالسعادة وأنا أبو محمد عد أنا عزي اسمعني اسمعني والله العظيم شوف اسمعني في راس حبيبي أنا لا إله الله أدوخ مع المدح لا أحد مدحني أخك أتخرفن أنا ودي أعطيك قلبي هذا أحسك تقول ودي أعطيك كف على وجهي أوكي لا 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 ودي أعطيك قلبي يا حبيبي يا أنت في قلبي وعمري وحياتي اسمعني أنت مو بقلبي اليوم كل عالم اليوم بإذن الله هذا اليوم واتشم حي عينك تكفون يا ريا جيل حي عينك يا واتشم حي يا بعد عيني ما في صالح حي والله عينك يا واتشم شواش بيض الله وجهك يا وسم يا خلونا ندخل 10000 تكفون كم عندك الحين مشاهدات؟ ها؟ كم عندك؟ بيض الله وجهك يا وسم 2600 دقيقة يا ترى ما عاد بقى شيء خلونا ندخل 10 تكفون طالع لقيت النادي بضبطه في النادي ذا جه باند الله يا قاع الشركة ترى يا الربع شفتوا اللي زيها اللي في راس وما شاء الله تبارك الله ترى هم اللي يحبونك من قلب هم اللي يصوتون لك من قلب وترى لو جاهم الدعم ما هم بيودونه أعيدها مرة ثانية ما هم بيودونها تعمر سفريات ولا هم بيودونها تعمر يشترون ساعات ولا هم بيودونها تعمر يدورون الماركات ويدورون المضاير قدام العالم وقدام المتابعين والله لا اليوم بضبطه والله يجلي همه هذا كلمني واحد قال خلاص انت اليوم بقابله
اليوم الحفل اللي انا مدعي عليه والله العظيم ما قد دخلت اسامي الربع ذولي كلهم، وبيجي فيها ابو مرضي وبيجي فيها شهد حتى مستقبلينها اليوم من ذا، وحاطين لها ما احنا قلنا لها بنحط له محل عندنا في الرياض. اي والله، ولكن تدري اقول لكم حاجه، اللي بقوله لكم شفتوا انا شخصيا علي الحرام ثم 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 علي الحرام، اني ما دفعت شيء ولا سويت شيء. الشكر هذا يبقى للناس ويعطرنا الشوارب اللي مثلكم، ولا انا والله ثم الله اني ما غير اتكلم، وهم اللي يفعلوا، اللي زين من هنا واللي يحط من هنا، وهم لهم الاجر. ولكن ابيكم تدعون لهم، تدعون للرجال اللي وقفوا، اللي هو انتم الجمهور، من داعمين ومن جمهور، والله اللي بيض الله وجهكم، ولا انا والله ما غير لسان اتكلم وبربر واقفل واروح ارقد، وهم اللي يروحون يسوون، وهم اللي يسعون، وهم اللي يحطون، ولا اقسم بالله ما سويت شيء. حتى ربعنا اللي في الكويت الله يبيض وجيههم، واخويانا وزملائنا من كل مشهور كويتي بيض الله وجيههم، اقسم بالله ثم اقسم بالله انهم بعد دعموا في المواضيع هذه، ما ودي انكر احد ولا ودي اترك احد. واخويانا اللي راحوا منا واللي سووا من هنا، ترى هذه تحسب لكم عند الله سبحانه، ولا هم من الرجال اللي يضربون صدورهم ويرتخون، لا، من ضرب صدره الرجال طال العمر يفعل ولا يترك طال العمر ولا يقعد ينطله في شيء هم يدري ما هم قادرين عليه، لا، افعل، ما عليكم من الجوال ولا عليكم من الكومنت ولا عليكم من اي احد. شفت الرجال يفعل. شوف انا دايم امشي واسوي واحط واذا، وغيري يسوي ويفعل ويحط. تدري وش اللي يقهر ويوجع الرجال؟ لمن جاك واحد، أخص لمن جاك واحد، شوف أقول كلام هذا لكم أنتم، ما عليكم من الناس اللي تنتقد، ترى الرخوم والله أنهم واجد، والثعالة واجد في الرجال العمر، يطمر طمرة حصان يا مال الشحم، يطمر طمرة حصان يا مال الشحم ويفعل. ترى أنا أحب الرجال طال العمر، لما جاي طال العمر يسوي له فعل، لا كلهم يقول أبشر بالسعد، ما غالي طال العمر يعطيك البور من عنده. بعضهم لا زق يدور المدح ويدور طال العمر، لا أبي كل شيء يتوثق لي، ولا أبي شيء طال العمر يزين لي، ولا ولايته يوثق بعد الموضوع ولايته ينجزه، ما ينجزه، ما لا راحت ولا فيه إنجاز ولا فيه شيء. قال ما عليك، بس العالم والله لا ابي اعرف وش اللي خافي الكاميرا، وش بيصير الموضوع، علمني ايش اللي بيصير في الموضوع. احنا قلنا بيض الله وجهك ورحم الله والديك، لا احكي لي لمن رحنا من وياك من برا الكاميرا، والله من رجاله العمر يزق العافيه، تغادي طال العمر غادي كان طير، يروح العشر كلام اللي قاله في الجوال وقدام العالم غدا ما غير، لا حتى لا كلمه يستغرب الرجال يقول ايش اللي جاء ذا قلب، ترهم واجد. لا، مثل ما انت ترحبه وتفز له قدام العالم، خلف فزتك حتى له من برا الجوال. ايه، لا تقعد يطعمر خاجي ما تعمر مغلى، والله انهم واجد، واني طحت لي في ريجي الواجد، واني طحت لي في ناس بشكل مهو طبيعي. هذا حبيب ابو مرضي طحت لي في عرب، اقسم بالله يا رجال انه يجيط العمر وانا ويلا ولا من انتهى الجوال وانتهى التصوير، هلا ما استقباله للرجال اللي هم جو معه فيه، لا والله انه ما عاد ابو الاستقبال اللي انا خابر كبه يا مال الشحم. المعطي الله سبحانه والرازق الله سبحانه، انت ما ترى ما غير سبب. وانا رجال طال العمر اكثر العالم يقول سعود انت بعض الاحيان حتى انت تصور، انا ادري ليش اصور، لان ماني في منصب ولا في مكان ان اقول لك اني انا رجال ابث في التيك توك واترزق الله، مثل ما انت كل واحد يدور رزقه اعطيك اياها زبده. ولكن انا اللي جيت اخدم والله ما اعرف الا الجوال، خدمتي هذا ولا كيف اخدم؟ بعضهم لا يقول له والله ان يعني انا ما اعرف اخدم، لا 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 يعني ما عرفت اخدم ولا اعرف ازين الا ان العالم هي اللي واقفه معي، ولا انا ما عندي شيء، لاني بقول لك اني انا املك ولا انا لا اله الا الله يا طال العمر، لا وش اللي عندي.
في يوم شفت هذا خدمني وخدمني على طريق الخير، استغليت اللي هو الجمهور، استغليته في الخير. ولا انا ادري اني اخطي، وادري ماني معصوم من الخطا، وادري اني انا طلع عمر بنادم معرض للخطر لين يموت. يعني ما نبي اقول لك اني كامل، ولكن اخطي، ولكن مو اني اخطيت اكمل على خطري. والله اني اسوي الفعل الطيب، لانه بيبقى الفعل الطيب هو اللي بيبقى لي. ولا شفت الضحك، والله العظيم اني ينسون هالعالم، شفت الهبال بينسون هالعالم، بس الفعل الطيب ما ينساه، ما ينساه الرجال الكفو، ما ينساه الا رجال، ما ينسونه الا الا الا, إلا عيال الحرام، ما ينسى فعل الرجال ولا ينسى فعل الجميل الا 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 الا, إلا, إلا, إلا عيال الحرام. ترى الرجال الكفو ما ينسى، الرجال اللي اللي اللي, اللي, اللي يعرف ما ينسى. ها فعل الخير يبقى عند الله سبحانه، بعد الناس يبقى عند الله سبحانه. ولكن بعضهم ما يعرف يستغل جمهوره بالشيء هذا، استغلهم بالخير. ترى العالم تحب الخير، عليك بالعلم الزين، عليك بالشيء الزين، عليك بال سبحان الله، ما تدري يمكن تفرج لك هم انسان والله يفتحها في وجهك في جهه ثانيه. شوف انا اوقف دائم اعلاناتي للناس اللي توهم بادين مشروع، كل سعوديين وسعوديات بادين مشروع، اعلان والله العظيم ما اخذ عليه شيء، ولكن والله اني اخذ على التاجر. التاجر عز الله اني اجلس واصب لي شاي واقول سب طال عمرك ايش حالك عساك طيب، لاني ادري انه تاجر عنده فلوس. بس لما جاك واحد توه بادي والدنيا ضاربت انه ويبي هتزين معه، وقفت انت معه وزانت معه، والله ثم الله اني ادعي لك، ايش انت منذر الغامتي. اليوم الرجل هذا صار يسوي فعل خير في جدة وفي مدري وين، صار يطعم الرجل حتى يا ولد الرجل انفتح عليه باب، والله ثم الله انه لا اله الا الله. استغربت، شوف ترى العالم فيها خير، بس تدري ايش مشكلتنا؟ يا شين يطعم عمر الغيره لا جات من رجل، شوف المره لا تغار من المره ما عندها مشكله، بس يا شين الغيره لما جات بين رجال ورجال، يا شين الغيره لا جات بين رجال ورجال، تدري انها اقوى من المره. لا ما ابغى يسوي فعل، لا ليه من هو؟ لا ويلقى ينبش وراك، ينبش وش عندك من اول، ويفتح لك ملفات يا ناس، ويعطي دراهم الناس، يقول تكلموا في المواضيع هذه للرجال هذا. انت لا تحكى لي عن امس وقبله وقبله، احكي لي اليوم وش انت تسوي. كل العالم سوت وفعلت وحطت، وكل العالم تخطي، وكل العالم تصيب، وكل العالم، ولكن ما يفهمها للرجال القرب. أما مبزرة المبزر ما يفهمون ذي الأشياء، اللي يجيني طول عمره باقي فيه ريحة بودرة ما يعرف شيء. أقول لك علي الحرام كذا ردهم، علي الحرام السطاوة، السطاوة أنا ذي السطاوة دائما أسمعها ولا شفت فعلها، ما عاين لا العيون تراوغ ما فيها لا لا الحرام إنها ساطية. وش الساطية؟ كلمة صغيرة ومحطة على هالدنيا دي كلها، هل عن ام السطاوة؟ هي ودي ان العين تطيح بالعين، يعني بدارك السطاوة لما جاء الدم عنطر من الراس، هذه اللي يعرفونها العرب. اما هل عن ام السطاوة؟ هل عن رد سعود أنت تحب نجران؟ إيه بالله أحب نجران، لا أحب لأن هالها جيدين. أنا أحب الرجال الكفو، أحب الرجال الحار، أحب الرجال طول عمره اللي لعنه بداركم، أحب الرجال الجيد حتى لو ما هو وش أقول لك والله وحني عيونكم. ترى هذا فتحت البث درداني عشان أنا صاحب عليكم في الليل، من حريكا من
شلونك؟ مريكا أبي جا أبي جا أبي جا أبي جا. عطنا شيلتن يا طويل العمر. أنا ثري متى أتذكرك؟ سبحان الله تذكرت ريحة المقلي رمضان. دائما ما جاك لبن رمضان عيونك ذي الضيقة. يلا عطنا قصيدة. أنت شلونك؟ شو أخبارك؟ تمام الله يجمل حالك. عطنا قصيدة. هذا المنشد ياسر المطيري. الله يسلمك. اي والله الحمد لله انه ما طلع على الساحه. تفضل. شو الاخبار؟ الله يجمل حالك. العلوم. هذا دق علي مره في الليل اللي هو ياسر مطير يقول انا خليفه تركي الالفين. قلت من يقوله؟ قالوا يقولون مطير. والله ما ندري. الرجال هذا اللي يقوله يقولون لي مطير ومطير انهم سموني خليفه تركي الالفين. فم عطنا سمعنا. تركي الالفين ها؟ تبى من الموال تكلفين؟ عطنا موال يلا والله هذا كلامي. دق علي الفجر صدق قصيدة. يلا تفضل. يا عذابي منك يا موتي ويا حرماني البلك بالله تخفف عني اللي فيا من عذابك وشو اللي باقي المجاني من عذابك.